صوت حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ويلزم القرار ممثل الحزب في الكنيسة والحكومة العمل من أجل دفع الاقتراح كي يصبح قانونا ويعيش حوالي 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.